وللحديث عن الصراع القائم بين شركاء العملية السياسية وسط أنباء عن تعديل وزاري مرتقب، ينضم إلينا عبر سكايب من برلين الكاتب والناشط السياسي علي الشعلان. حياكم الله أستاذ علي. أهلا، مساء الخير لحضرتك جنابك الكريم. أهلا بك، مساء الأنوار. أستاذ علي، ما سبب عودة الخلاف بين المالكي والحلبوسي، وما قيمة التحالفات التي عقدت بين الإطار التنسيقي والحلبوسي أمام هذا الخلاف؟ نعم، بالتأكيد هناك خلاف كبير بين السيد المالكي وبين السيد الحلبوسي. هناك تصفية حسابات يشنها السيد المالكي الذي يدير الدولة العميقة داخل العراق ضد السيد الحلبوسي. يأتي هذا الخلاف بعد تصدع تحالف سيادة، ويسعى المالكي بتصفية نفوذ الحلبوسي تمهيدا لإزاحته كزعيم للكتلة السنية. أيضا السيد المالكي لن ينسى تحالف السيد الحلبوسي مع سماحة السيد مقتدى الصدر والسيد البرزاني قبل تشكيل حكومة السيد السوداني، وتم استدراج السيد الحلبوسي إلى الإطار لتكوين حكومة السيد السوداني. نجح السيد المالكي في استدراج السيد محمد الحلبوسي إلى استدراج السيد الحلبوسي إلى رئاسة مجلس النواب. صار اتفاق بين الطرفين أو بين الإطار وبين الكتل السنية للأسف، وحاليا السيد المالكي حاول التخلص من السيد الحلبوسي لأسباب عديدة، أولها أنه لن ينسى السيد المالكي تحالف ما قبل تشكيل حكومة السيد السوداني، تحالف السيد الحلبوسي مع سماحة السيد مقتدى الصدر والسيد البرزاني. نعم، هناك من يرى أن هناك انزعاجا لربما من طريقة تعاطي المالكي مع المناصب في الحكومة والوزارات واستئثاره بها، هل تعتقد أن هناك بالفعل خلافا من هذا النوع؟ نعم، بالتأكيد الخلاف موجود. احنا بالفترة الأخيرة استمعنا إلى تصريحين. سمعنا تصريح للسيد المالكي يقول فيه التغييرات الوزارية لا تجري إلا من خلال تشاور بين الإطار. هذا التصريح كان للسيد المالكي. من بعدها سمعنا أيضا تصريح للسيد السوداني يقول فيه: مع احترامي إلى السيد رئيس الكتلة الكبيرة اللي ظهر في الإعلام وتحدث عن التغيير الوزاري، أنا رئيس مجلس الوزراء وأنا المسؤول عن التغيير في الحكومة. القرار قرار رئيس مجلس الوزراء، حسب قول السيد السوداني. هذا يدل على أنه هناك خلاف قوي على من يدير السلطة في بغداد، أو هذا الخلاف بالتأكيد هو تسرب للإعلام، وكثير من المقربين من الإطار تكلموا بهذا الخلاف. صحيح هذا الخلاف يكون نوعا ما يعني متخبئ، ما يظهر للعلن، بس بالتأكيد هو الخلاف موجود. واحنا شفنا الاجتماع اللي دار ايضا في بيت السيد الخميس الخنجر، ما حضر السيد المالكي وما حضر قيس الخزعلي. هذا يدل انه هناك تفكك في الاطار، هناك تصدع في الاطار. نعم. يعني الى اي مدى يمكن لواشنطن، ان اردنا التحدث هنا عنها، الى اي مدى يمكنها ان تلعب دورا في التركيبه الحكوميه المقترحه؟ وهل جاءت بالفعل التشكيله الحكوميه لربما مخيبه للامال وسط ترأس قاده الميليشيات لعدد من الوزارات؟ نعتقد مخيبه للامال لا، لانه ايضا واضح من خلال زياره رومانسكي والسفيره الامريكيه الى الوزارات، اجتماعها في كثير من الوزارات باستثناء وزاره العمل اللي يدورها السيد احمد الاسدي من تحالف، ونعيم العبودي وزير التعليم اللي هو منتمي الى ميليشيات العصائب. باستثناء هذه الوزارتين ما زارتها السفاره الامريكيه، السفيره الامريكيه، الحكومه الامريكيه تعلم بهذه الاسماء، تعلم باسماء احمد الاسدي، وتعلم ايضا بنعيم العبودي، هم وزراء في حكومه السيد السوداني. هناك تحفظات على هذه الاسماء، بس بالوقت نفسه رومانسكي تتناقشت او تفاهمت مع السيد السوداني على هذه الاسماء، ممكن ازالتها في المستقبل. لكن حسب رؤيتنا السيد السوداني يحاول قصارى جهده يصلح ما تصليحه، لكن صعب جدا، لانه الاطار هو
متكون من احزاب، متكون من ميليشيات، متكون من كثير شغلات. السيد السوداني ما يقدر يوقف هذا الزخم الكبير، والسيد السوداني احنا نعرف ما يملك حتى مقعد او مقعدين في البرلمان. نعم، نعم. إلى أي مدى يمكن لواشنطن بالفعل أن تلعب دورا في تشكيلة أو في التركيبة الحكومية المقترحة برأيك؟ يعني واشنطن هي بالفعل من يدور اللعبة السياسية في العراق، احنا متأكدين من هذا الشيء. واشنطن هي حتى تشكيل الحكومة، كيف أخرج التيار الصدري من المعادلة، كيف صار الاتفاق بين الإطار، كيف سموا الإطار، كيف سموا تحالف الدولة اللي هو أصلا تحالف الدولة يتخبط في إدارة الدولة. احنا نشوف الفساد موجود، ما تغير شيء في العراق. يعني حكومة السودان اليوم صار لها، دخلنا على الشهر السابع، تغيير ماكو. يعني نرجع لسؤال حضرتك، نعم هناك إرادة أمريكية في تغيير، وفي التغيير نوعا ما في الوزارات، وأكو تفاهمات نعتقد بين السيد السوداني والسفيرة الأمريكية رومانيسكي. نعم، نعم. بالعودة إلى الحلبوسي، يعني إلى أي مدى يكشف هذا الصراع هشاشة العملية السياسية القائمة، وماذا لو أقيل بالفعل الحلبوسي؟ يعني الحلبوسي حاليا هو موجود على سدة مجلس النواب، بس بالتأكيد السيد المالكي يبذل قصارى جهده في سبيل إزاحة السيد الحلبوسي من منصبه. يعني حيصير بالتأكيد بين الإطار وبين الائتلاف السني، حتصير يعني هو الحلبوسي، السيد الحلبوسي مو هو يعني الشخص الوحيد اللي ممكن يدير مجلس النواب. ومثل ما ذكر تقريركم، هو هناك أيضا المصالح وتقسيم الثروات وتقسيم المناصب تلعب دور مهم في جلب هذا إلى مجلس النواب، أو جلب ذاك إلى مجلس الوزراء، أو حتى الوزارات، وحتى توصل للمدراء العامين. يعني فالسيد الحلبوسي حاليا موجود، لكن المالكي بالفعل يسعى ولن ينسى ثأرة من السيد الحلبوسي. قبل تشكيل حكومة السيد السوداني كان متفق مع السيد سماحة السيد مقتدى الصدر والسيد البرزاني. نعم، نعم. إذن كنت ضيفا عبر سكايب من برلين، الكاتب والناشط السياسي علي الشعلان، شكرا جزيلا لك.